حياه مليانه بحاجات غريبه وعجيبه، واكيد هتقولوا في سركم يعني ايه دخلنا احنا بالحاجات دي واحنا بنقدم لكم دايما فاشن وموضه ولبس وميك اب، فايه دخل ده بده؟ ايه دخل الشنط على شكل تليفون وكوره قدم وبراد وفنجان وعيش باجيت وكرواسون وبيتزا بالموضه؟ ايه الجنان ده كله؟ تاني بقى لازم نقول ان الفنون جنون، وان بتوع الموضه نفسهم هم اللي لقوا ان التقاليع دي بتلاقي الناس اللي بترحب بيها وبتستقبلها بكل حب وسعاده، وان الاقبال على الغريب ده والجديد هو خطط لترويج اكتشفت الماركات العالميه انها ساعات كتيره بتجذب محبيها جدا، وبتلاقي اللي بيشتروها بمنتهى الاقتناع، لانها هتفضل قطعه نادره ودمها خفيف، قطعه لافته للنظر، وبنلاقي ان جوانا كده حته كده صغيره نفسها تعمل حاجه من الحاجات الغريبه دي، والموضه الجنونيه دي بتلبيها بدون ما يتقال علينا مجانين، بس احنا يعني اسمنا كده على الموضه. الجنان مهم في الموضه زي ما دايما بنقول، فتخيلي نفسك شايله شنطه عباره عن تليفون او كرواسون. الموضوع بعدم منطقيته مضحك جدا ومبهج، وحقيقي هو فيه لذاذه كده مش طبيعيه، لو حصل كل شويتين من باب اللعب والهزار في الموضه والتقاليع فكمان هيفتح نفسنا على الحياه اكيد. بلوجرز كتير قوي على الانستجرام بيعرفوا يعملوا الحاجات دي ستايلينج، وبيبقى شكلها في الاخر لذيذ.